بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وبتوفيقه وحنكبر الله بين آيات بقول أفرتا إيا أفر إلى آيات بقول كنتا إيا شان سورة العراف نبي الله موسى وكيل لوبا لوم التقبتي أفرتن هبين سورة البقرة أفرتن كإسكو مرشي سدن هبين وطولقوا الدري ميقات كي مركو دمادي موسى ولالتي وحكود هارون إيقاد دم بيخير كان قلدان وواني يهقامي هجاج مركا موسى مركو يمد ميقات كي ورب الله اللي يجري الله يو إتوس إلان كأركو رسول الله يجري إيارك ميسي الوقت كان لكن بربورتها إيك هدي سكناتو وميشي هذا كو سكناتو وادي أركي دونتها ولكو الله بورتي الظاهري ويسكناو ويدو بربور بين نغطي فلما موسى مركو الصوحي مركو بكسودي وحولي قال سبحانك إله وادن زهنتهي تبت إليك حق على نطوبك محوك طوبك هلي إله أنكو أركضك طوبك هلي وأنا أول المؤمنين مؤمنين تقوه الرئيان هاي وإن أدونك لغوة أركيننا قال موسى موسى وحولي قال وحولي الله قال وحولي الله يا موسى موسى إني أنو استفيتك وانكو دورتي على الناس إداد كان كاد دورتي برسالتي رسالة إدان كولاد دورتي وبكلامي كلام كيغان وانكولاد دورتي إنا تتوسع قولا الله فخذ قادو ما آتيتك وحانكو سيي وكن أخو من الشاكرين كوا ألا كشكريا النعمة الكسيين كمنهم نبي الله موسى مركو حقين يحيحي ووحي وطلبضي أي سوراق ويدي وألا قلبك أولي السياح وألا وحولي وحن ما أعدن ثمينين وحن نمتهيني وأن كنت دورت الرسول باتهي رسول لماذا يبي كلامي التوس أنبياء ذكا لمركي ألا الله الله ملك جبريل با وحي وكياني كيري موسى إساق التوس بو ألا الله الله ولد معتزيل ذو حيره مركو لها لي إني أنا ربك فغلعنا عليك مركو لها جيتك كل حبوري بيني هذا مركو واحد إني أنا ربك اللي وجيتك بيني معتزيل الله ما بعد ذكريه قبل جي سبع الله ست توس موسى ولها لي قال وحول الله مركو نبي الله موسى وطوبك يعني وإله أنك أركدي كطوبك يعني قال وحول الله يا موسى موسى إن استفيتك وأنك دورتي على الناس دتك أدوخ في جالك وتن كادور ترسول باتر برسالة من كل دور إن أدي رسول كاديو يو بكلامي إلا هذا الكيغة عن كل هذا فخذ غاد ما أتيتك وحن كسيي أو وحية وكن أهو من الشاكرين كوا الله ما هدي وكش في أهو نبي الله موسى قلب قال له السيد وكتبنا وان أقرب ألي لله موسى في الألواح اللوح من كل شيء شيء لا أرك كل حديثة موعدة وعدي وتفصيلا كلا سارد كلا بحبين شرحد لكل شيء شيء لا أرك كل غير شرعه وقلنا قلنا دو الله سو قدري وحان نكون لخذها قاضة بقوة الحوك قاضة وحان لغوه قر اللوحة والتوراة وأمر أمر قومك قومك أنا أمر يأخذوا حقيقتان بأحسنها كفي عنها كقاتان وصفي عنها وقعم الفلان سأريكم وان إذن تسن دار الفاسقين قلد الفاسقين تهدار تولي سيدين نقطي قلد فهد قبضي باب بعضي يسيدي أبابين يعني إذن تسن دار الفاسقين وان تسن وان لوحظ النبي الله موسى الله أبو قري علبة وحيليهين ملك جبريل با قري الله أمر كسي وقريري يالا لي مركة توريض ونبا لوحظ الله أبو قري waxaa la yiri adigu ku amal fal qoomkaaguna sida ugu fiican ha ugu amal falaan faasiqiinta guriyoodiin waa inta sano sida reer fircoon u baabeen ee masaarida u baabaale wadarki doontaan wa katabna waan u qoray lahu muusa fil alwaahi lawhi wa tawrad way waxa lagu qoray min kulli shay shay la arka kulligi baan wax uga qoray mawcidatan wa'di baan u qoray iyo tafsiilan kala saarid iyo cadeyn li kulli shay shay la arka kulligi la cadeeyo وقلنا له وحان نكون له هل كقلب له سو قدري فخذها قبصه او قاده بقوه حق يقصد كقاده
وأمر أمر قومك طل كان يأخذوا حقاتهم بأحسنها تيدا ونأكسن توراة تيدا وسفي عنها وعمل فلا سوريكم والإذن تصنبوا ألا يري دار الفاسقين وفاسقين تدار تودا إذكا صعوبة بعضي وليكرا لكن مصر بأقدم سأصرفوا وأنكلي حنبوا لألي عن آياتي آياتها يفهم قودة ويئي الذين كو يتكبرون كبري في الأرض للكو كبري بغير الحق قردر كبري ويروا هذه أركان كل آية معجزات كستها لا يؤمنوا بها فمين ما يأت ويروا هذه أركان سبيل الرشد صوابك إيا إصلاحا ودديسة لا يتخذوه كيالا ما يأت سبيلا ودو ويروا هذه أركان سبيل الغي بادد ودد هذه أركان يتخذوه حكيالا سبيلا ودكيالا الله سبحانه وتعالى وحيره تدك متكبرين تاء آياتها إني فهمان واللودي لقلب جودا دوالا مرة دور روح كبيران يه وحب فهم ماي هذا بو يشوف تاء تاسع روح كبيران يجي سلوي وحب ما فهمه وهمل بوح كغادن بوده هبل يا وح كغادن قلاء بري كتب أغري سليه نحوي تفسيره لمن وذا ده علماءها ولا شيء لا يرد إني لحفر إنسان ويجيده ويكبرون مرك قف متكبر فهم آياته ولا قال لحين لمن ككبري حق دره لبدي ودنا الله وأش هاي معجزات كتهدئة كان مرهم إنيا ودري حق أهيد يتي بعد الكائن لبدي بوالله شهري تحقق مرة عيان تبعد الكائن هريك الراعي وسيدت كأنه هدي يعيون تدفر بدن بمرك هذا حس تقولي ورجعت وحن تذكره بكمان نسيو قارين ما يقولي وسيدت لفت هذا وجه مودي سكال dadkii dhigi jiray waxay ku soo degtay yahuudi iyo nasaare iyo inagu manihin dadka inaga inagu soo degtay quraanku ila sheegaya ila yoomul qiyaama quraanku shaqeynaya saasrifu wan kallihin an ayati ayadahayga iyo fahmigooda alladina ku yatakabbaruna kibray fil ardi dulka dhexdiisa ku kibray bighayril haqqi gardarro iyagu wax jeeda oo la og yahay lahayn way yaro haday arkaan kullu ayatin ayad walba haday arkaan mucjisada وهو البهدي لو كانوا لا يؤمنوا فمن ما هي بها آياتها دنا عكلنا وإن يروا هذه أركان سبيل الرشد صوابك ودديسي لا يتخذوه كيلا ما يسبيلا وضوء همتك لا يدي النقب بفاعية وإن يروا هذه أركان سبيل الغي بادد وضد هذه أركان يتخذوه حكيلا سبيلا وضوء ما هو عن ذلك إن أدني بدأ يبيددس بأنهم بسبب أنهم كذبوا وي بينيه باياتنا ايدها يجي بينيه وكانوا وحينا هذه غافلين كوها الماس عنها ايدها معناها وحا لغا ودا بينينتي هوره اي كو سي ادكايسين وي بينيستي هوره ان حق دون با اهين اول مكذبين سو ما اهين تكذيب كي با كو سي ادكايسين سدا درتي ودد حق ما مرين بينينتي هوره روح هذه بينينتو عق دغاتو اي سال دغاتو ديب دم لو كاري ماي وا جيد بيو كو دخللي جيد دوب بيو كو دخل روك كو دا ما قويو marka nin xaqdiida waxba ma danqaan way dalika diidadaasi bi annahum bisabab annahum iyagu kadabu waxay beeniyeen baayatina aayadaha iyagii bi hore u beeniyeen wakaanu waxayna qafiliina kuwa halmaansan anaha aayadaha marka way ku sii adkaysteen way walidina kuwa kadabu beeniyeen baayatina aayadaha iyaga beeniyeen waliqaayil aakhirati aakhiran la kulankeeda آخر الله كلن كذا وحال إلى مستر مضاف إلى مفعوله آخر إنا إلا كل من بيبينيه هو الله أكتيس أي تقال حبدت ويهوبت ويبربرت أعمالهم عمل كوري هل يجزون ميالغا أوال مرين إلا ما كانوا وحي أهين ويعملون كو عمل فلا تدك آخر بيني آخر الرمين تيدو أقيدة قيبت ووين بيك قال مركات آخر الرمين سنتا إن الله كل حساب تمي الله ذو حير بيقانو حقا تيوغل لكن قفكو هدونا أخيرا فما يسنين دمحوبة كفل وحوي واد دمشق الشركين تو حيديه كنين دمشق الدنيا ذنوية وحكا لما منتنا بيديه كنين قوليها نهدى كريستان كي يهوديين آخرين يقوليهين بل فما يسنين قاركونا أخيرا مر فما يسنين والذين كوا كذبوا بيني بآياتنا أيدها يقى بيني واللقاء الأخيرة آخرا لكولا كيدا بيني حبيد أضوي بربرتين أعمالهم عمل يالكودي وحكستوا عمله السميان وبلاش هل يجون ميالغا أبال مرين بل كي ألهرتي ستقان إلا ما كانوا وحي أهي مويان يعملونكو عمل فلا
وحدن بيه يبو سمينين لصار المائد واتخذ وهي السمينين قوم موسى موسى قوم كيسي من بعده من بعد ذهابه انتو التقي كدب من حليهم حليه أي هيسين وهي كسب عجلا عجلا جسدا أو وح مغضاء وله خوار عضو سبنارين عجلا جسدا بإله كسب هيسين مفعول في كلا كادوان وجسد كما عنده هو واحد لسنوي جسد واحد لسنوي وفي علماء قالوا حيليه والف يهيل يديك بوليه قالنا وحيده مركو موسى سامري سمينين جوف بوئيه لدي بوئيه marka dabaysu markay gasho xuxu ilaahay lahu qowa iyo qoladina ku aqxatrayn markuu sameeyayinta hareeraha ay hada ilaahku ilaah muusa fannasiya u bakum qan yahay buru ilaaba markaas xatradan ma aragtay wa intay hareeraha ka wareeyo xuxu markuu iyaguna xamla dhaaya hadrad ah sheekh baan waydiye xamar tirdinki sheekh ali suufi adoo soo sheekh dhuwa wahabi la dhin jiray haji suhayla ilay adigu oo Soomaali dhex jooga xatrada maxaad u deysay baan ku yiri 17 kitaab oo tafsiir markaan arkay inay xatradu Muuse Saamiri tahay yani iska daayay uu awliyada bariyadeeda maxaad u deysay baan oo inuu cilmi korobsi aan ahayn oo garanaya wuxuu quraanka markaan ogaaday Alla ma yeelin cid kale awoodo ogolay yani iska daayay uu marka aniga qudhay ila 17 kitaab aan arkay oo Muuse Saamiri xatradu inay tahay xuux markuu ila dib uu xamka dulley waadan boo markay xamar buuxri doontana sheekhi baan waydiyay waxaan idaa anigu markaan garaadaystay kaliya adoo islaamka u hadlaan maqlay waa wahaabi lagu yiraahdo kumaankum kulamida yaad arki ma islaahayd baan ku yiri in wadadan la soo mari waan garanaya adoo nool baad arki ismaalahayn buu igu yiri marka waa xatrada weyn kutubto dhan baa hadda tafasiirta suuratu dhahabi aad uga sheegane inta anigu aan arkay ibnu kasiir bahr muhayn أبو سعود ساوجة جملك أنت عن أنو عارك أنت كتاب أنت تفسير عارك كل واحد هذا شيء يعني هو اتخذ واحد سمايستين قوم موسى موسى قوم كيسي من بعدهم من بعد ذهابه تو بلنتي تجي كذب من حليهم حليدي واحد كسمايستين عجلا عجلي جسدا أو مغضة ولو سند خوار عض إلهم بكسمايستين حليدا وحلا لي هاي لبس يود بالله شيء جايو حليدي وحي وجبرك وقال كنا فرعون xeebano Israa'iil ee ergisa aan uga soo qaateen si ay yaani leen wax xoolahoodi waa xalaale ee markii soo qaxayeen bay ergisadii uga soo qaateen ba la leeyahay waxa kale loo leeyahay markii de badu soo tuftay xeebdi markay badu soo tuftay xulidi ay qabeen bay ka qaadeen mid hore u badan tahay xulidi markuu Muuse tagay yuu Muuse Saamiri intuu isu geeyay wuxuuna arkay malku Jibriil faras ku fuushana Muuse Saamiri Muuse bin Zafar as-Saamiri wuxuu arkay Jibriil faraskiisa meeshii ku joogso dhaqdhaqaaqi oo wixii uu saa u taabtay noolaanay min xafiri farasiin rasuul yaan ka soo qaaday suuratu dha markaasuu ku sayray markaasuu xuux yiri marka sidaas u ahaa Allah wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala alam yaraw miyane arag qolada reer banu Israa'iil annahu dibigan la yukallimuhum inna laba hadlaynin wala yahdihim ku hanuunina sabiila wado meel xaq u sheegayni اتخذوه الدبج إلها بيك السمايستين وكانوا حي أهدين ظالمين ظالمين بي أهدين نبي الله موسى مركلوا لي إنك أطفتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري ورب بيكو أهدين مركاسو عراضو مركو سكو صوبحيو همامدي مغلي يقول هذا صوت الفتنة مركاسو توري الواحد إن شاء الله وإنه أركين الله وحليها ألم يروميانه أركين أنه الدبج لا يكلمهم إنه لهدين ولا يهديهم كهنونين إن سبيل وضو اتخذوه ويسمايستين إلههم بيكدكتين وكانوا وحي أهدين ظالمين ديبقنا وحاو تحراعين مركي بدا صوت الله بحر قلدهم وابدا عسي أكتين مركي حق السيناء أطلابين يقول الدبي عاكفين على دي اجعلنا إلها كما لهم آله والدبي بوها لعبوها ولما سوقد مركي اللغرد عي في أيديهم قعمه دي قوم موضين أو الرأو كان أنهم يقضلوا إنا اللمين قالوا حيرهن إن لم يرحم لا إن لم يرحمنا ربنا لا إن لم يرحمنا ربنا رب جاء يهدانا نون حريصا ويغفر لنا نور دافن لنكونن وحانها من الخاسرين ولما سقط في أيديهم وحالله استعمال عرب تستمع قومهم حيكر لقنتها أسلحان سقيد وحال إله
wixii laga cajiso la kari waay marka afkoodi ba gacantoodi ku dhacay suqidna waxa lagu dhaay fi aydihim saqada afwaahum ala aydihim Soomaalidu way isticmaalsaa farta dhexda ka cunay way farta dhexda markay ka cunay way Soomaalidu markuu ruuxu waxba u qaban kari waay u farta dhexda ka cunay tolay hadan saayeen waa sidoo kale walama suqidda markii lagu dhacay faydihim gacmahooda ay qoomamoodeen oo afkoodi iyo fartoodi isku dhaceen oo warraa u arkeen annum iyo qadallu inay lumeen qalu waxay ilaahdeen lam yarhamna rabbuna rabbiga yahduna noona xariisanin wayaghfir lana una noo dhaafin lanakuunanna waxaan ahaanayna min alkhaasireena kuwa khasaaray marka toobadoodi waa laga aqbalay tuubu ila baariku faqtul anfusakum balay islaaya yaa leeri gamta isu joogsada toobadi wataas innagana waxay ku sugan tahay laa ilaaha illa allahu kaliya ya ku sugan tahay innagana bas sidoo alle inoo gudbiyay inoo wala ma rajaa markuu soo noqday muusa muusa ila qoomi markuu ku soo noqday qadbaana isagoo cadeysan asifan murugsan qaalaw xuri bi sama shayba kun khalaftumuni aad iga dambaysiiseen min badii aniga dabada intaan tawxiidkii xaq idin sheegay wixii aad iga dambaysiiseen oo baadila yaa leeyahay xumbu ku yidhi nimu suma ku soo noqday oo markanu soo noqday waa kale inna qadfatan qoomka bi badii ka wadallu muusa mar markaa la yidhi muuna aad u cadoonin markaa markuu hamhamadii maqlay iyo wixii la sameeyay iyo cadoodo cadoodo markaasii qabatay ولما رجع موسى موسى مركو سو نوقday ila qawmihi tulki markuu ku soo noqday qadbaana isagoo cadeysan asifan murugaysan qaal xuri bi sama shayba hun khalaftumuni aad iga dambaysiiseen min badii dabaday inta tawxiidka idin tusay kadib aajiltum ma waxa talaagsateen oo dadajisateen amr rabbikum rabbigin amarkiisa miyad dadajisateeno mintan idin iman baajigu weeyay inta ilaahay amar soo siino diin la isoo dhiibi intaas aad sugu waydeen buu taajiltu ma waxaad dadajisateen oo raagsateen amar rabbikum rabbigeen amarkiina wal qalal wax looxdi buu tuuray waaqada wuxuu qabtay bigaasi akhiihi walaalkii magdixiisu qabtay yajurruhu isagoo soo jiidi ilay xaggiisa u soo jiidi qaal wuxuu yidhi ibna umma ina hooyo inal qawma qawmku istadcafuuni way idcaifsadeen yacni waxay ii maleeyeen inaan daciif ahay وكادوا وحين السجن يقتلونني إن إدلا فلا تشمت هكفر حين بي أنا جاي كفر حين الأعداء وعدوي أول بين نعبا ده هرت يسقط قبته ولا تجعلني هيجيل مع القوم قوم كي الظالمين الظالمين طال نمك وحن سمي هاي قد حدري موسى الواحد وحط رسالة شاقني مركو هم همدي مغلي هم همدي مركو مغلي مرك الله دي ما وضع تشابين قل يا وحيلين وين تشابين ما تشابين لوحدي قال يوحي إليهم وحي هدني وموعدتنا هذا يربر براي وحي تفصيلي حرامتي حلاشي كوية لما بربرين على كل حال وحبا ما بربرين لوحدي ووردقين ولالك وقبتين وأخذ بالرأس أخيه يجره وحي هذا ما يسأل لا تأخذ باللحية ولا بالرأس سورة الضهر ماذا يقري اللي بدأ السلسو ما لهمتنا هل كان يهل كاسو إسو قبت من كاسو إنو أخذ ولا لسيدا ما هو الحال وحن كي يقول أن تقول فرقت بين بني إسرائيل أن كيا بيقول حالد قارفها عوان هلي لهاي أن تقول فرقت بين ياد كلا قيب سينا كنا أن كيا بيقول ولما رجع موسى موسى مركو الصون نقضي على قومه غضبانا إسابوا عليسان أسفا مرغيسان قالوا حربي سما خلفتموني وحد يقدم بيسيسين ياحن من بعدي من بعدي انت هنيدم تسييك توحيد عاجلتم واحد الدجيستين أمر ربكم ربكين أمر كيسو متك ستين انت لديني من أيو والقل الواحة لوحدي بطوري وأخذوا حقبت برأس أخيه ولالكي مدعيس يجره إسوغو جيدي إليه حقيس أجيدي قال هارو وحوري ابن أمة وحو يدي أغو هو يدو وحق وين بيلاد هايو هو يدو والإسوغو الدبعة هو يدو ما دام قلبة العسان تاي تدكو هو يدي آدي سوچ عليهم ابن أمة لبع dadon isku hooyaheen oo kala isku abaayna culihiin baba suura gala laakiin laba isku hooyo culooda inta badan lama arko qaal wuxuu yiri ibna umma ina hooyo ina qoom qoom ku istadcafuuni way idcaifsadeen yaani waxay ii maleeyeen inaan daciifahay wakaadu waxay sigeen yaqtuluunani inay idilaan falaa tusmid bii haygaga farxinin alacdaa oo cadowgii aan lahaa hortiisa haygu fashilin walaa tajcalni hayga yeelin maal qoomi qoomka dhalimiina dhalimiinta kuwan haygu darin inaan dambiga la galay hamoodi qaal wuxuu yidhi muuse
رب رب ذا يغفر لي أنا جيداس ولأخي ولألكين أرداس وأخلنا نجلي في الرحمة كالرحمة دار وأنت أذو أرحم الراحمين ما النبي الله موسى ويسكرتي ويسكرتي النبي الله موسى مركوح إله إلا في ليه وولألكين أو حريه هندري ولألكين أرداس وحليه هذو جبوت ثلاث سمين يعني وان كان مركو ليش هذو حريه جبوت ثلاث سمين ساس إله النور أفليه قال وحول موسى رب رب جاي اغفر لي أنا جيدا ولا الكيبان اللي هنددين ولا أخي ولا الكينا أودا إنه قبض فلي بسورة قاله وادخلنا أن قال في الرحمة كالرحمة دارا وأنت هذا الرحمن الرحيمين باته إن الذين قوة اتخذوا كياس العيلة إلها إله كياس سينالهم وحجار دون غضب عرق من ربهم كأهاتي يو ذلة ذلي في الحياة الدنيا نلشان دو آخرنا ولو عريسينه وكذلك سداسان النجير مفترينه هو بين أبورتو أبالمرنه انت وحلليه الله وانت يريو كلام كم وصماع علماء القار باير إن الذين اتخذوا العجيس اليانا وقضوا من ربهم انت الله باير باليهم يسالنا انت ما كنتم كذلك النجير مفترينه علماء القار نوحيليه انت هرموسا يري انت ان الله أقدري ساسي أبدين انت دم ان الله وداري انت هرنا موسى يري ان الذين كوا اتخذوا العجل ديبك كياشي اله الاله كياشي سينالهم وحاجار غضب عرم ربهم رب قد يوذل تذل في الحياه الدنيا نرشاندو وذل غاري وحاكمه اسلايا لين تدواتن كون با اسك ديلين او كي واحد ديلين وا شهيد كي واحد ديلين وا لو دم دافي كي ديلين وا شهيد واي وذل حوق لين بدك اليهود أدونك عليهم ذل والمسكنة يقول يقول ولقي يهود عن عد كثير سنين إلى هذا لما أعرف يهود كل جد مستقلة ولقي لما أعرف وكذلك سيدا سان النجي وأبا المرين أبو ألا إذا المفترين كبرنا عروسه والذين كوا عملوا سيئات عمان تسمعي ثم تابوا توبة كيني من بعدها أنت كذب وآمنوا فمي إن ربك الرب جاء من بعدها الدبادين توبة الدبادين لغفور كذا الرحيم قل الله هو رجل لي هي ذلي يا أبا كرداعي اللي وين أجن هذين بني إسرائيل قيب وين بلغت توبة أقبله وقال ذي أشربوا في قلوبهم العجل لي دي بقى جعل كيسة دي بقى جعل كيسة للنسيين بركة يوم التوبة كين وقال ذا التوبة كين وحين أجن هذين بني إسرائيل قيب وين إن التوبة كين تبع أجن هاي بركة وقوي دي بقى كهاري وين كل ذلي على ضعي سط وقوة يكون التوبة كين واكن والذين قوة عملوا سيئات عمان تسميين ثم تابوا توبة كان من بعدها حمانتها كذب وآمنوا فمي إن ربك ربك من بعدها من بعد التوبة توبة كذب لغفور كذا فرحمن الحريصة إلهي غفرانك وحوي دم بيقول لك سابحي رحمة نوائي وحلق السيئين ولما سكت مركو كحس لي كقبو بيس كده ولما سكت مركو كحس لي عن منصى موسى الغضب عرضي أخذ الألواح الواحد بالسوق هذا وفي نسخة القرآن كذا وحقصوا هدى الهنون والرحمة الرحمة للذين كبوا هنون الرحمة يهين هم يقول ربهم رب قد يرهبون كبغين مركز سيدا نشاقنا علماء وحقوبة نتاين ما تشتبين علماء قال بقى إلى وايد تشتبين وتشتب كيبوا سوء روري قال نوح إليه إن إنتي حلاتي حرامتي يكون قرين لقنكو ما تشتبين طبن ميلوت لحبا للسوق هذا todobaad shan sabto la soo qaaday haasilku waxa weey wax jabay ma jiro diintii oo kaamila oo tawreeda isoo ururay nabi ilaahay muusa oo markay caadidi ka qabowday qoraalka ku qoraan saas u aha dadka allahooda ka baqayo anfacaya weey walamma sakata markuu ka qabowday an muusa muusa alghadabu aradi akhadha alwaah lawhdi bu soo qaaday wa fi nusxati qoraalkeeda waxa ku sugan widan hanuun iyo warahmatur rahmat lilladina ku warahmada هم يجوا يرهبون كبقي لربهم ربهم واختار موسى قومه واختار وضار في موسى موسى قومه تلكي سبعين فجلا تدراتا نمبو دارتي لميقاتنا بلنقبت كالنبي فلما أخذتهم الرجفة فتفادوا مركي قابتي أو أيدنتين قالوا حوري ربي ربك يوم لو شئت هداد دونته أهلكتهم وتلاقي لهي من قبل حرب هلاقي لهم أتولكنا ما يبنوا هلاقي بما فعل السفهاء السفهاء وحي سمينه منا أن قمده بلنتني وحوي مركي أيد بابين ويمين
yaali dhisin looga tooba aqbalo todobaatan niso kahe looga tooba aqbalo todobaatan kii nimbu miqaadkii geeyay markaa sayidheen markaa arkeen muso allah la hadlayo oo allah la hadlayo allah hadalkiisa namaqashi anagana allah hadalkiisa namaqashi bayreen oo na tus bayreen alle dambigu halkaas uu kaga dhacay markaa waxba ku dhacay way wada dhintay rajfa ku dhacday gariir ba ku dhacay marka suuleeyaha allah madambiilayaashu waxay sameeyeen yadno halaagi kuwii hore ee dibiga caabuday waxay sameeyeen iyo kuwan waxaan u qumanay ku hadlay ilaahay na tusidi arina allah jahratan yiri yadno halaagi allah marka todobaadkan markuu dooranayay waa marka dambe ee halaga tooba aqbala la leeyahay oo tooba allah weydiiseen marka toobo ila baari faqtul anfusakum waa kala yiri islaay waxtaaruu doortay muusa mawse qowmuhu tolki 70 rajul 70 nin oo ilaahay tooba soo weydiisanayo muusa soo kaxay la yiri dimiqaatina ballantayadi ballan loo qabtay falamma akhadatum arrajfatu gariirki markuu ku dhacay oo yiriheen arinallaah jahratan qaal wuxuu yiri rabbi rabbiga muuse law shiita hadaa doonto ahlaktum wad halaaji lahayd min qabl hor iyo wiyaay aniga yaani waxay idhahayaan adiga laayay bay idhahayaan way waqtigan haday meesha ku dhinteen adiga laayay way atuli kuna miyadno halaagi bima faala sufaha sufaadu waxay sameeyeen minna naga mid miyadno halaagi allahayo in hiya ma aha fitnadan ay galeen tolkay ila fitnatu ka fitnadaadi mooyin adiga yaani qadarkaaga iyo fitnada u galeen adiga fitnada ay u galeen in hiya ma hiya ma aha fitnadan ila fitnatu ka adiga fitnadaada mooyin tudillu waad halaysaa biha fitnada sababteeda mantasha uu qofka doonto wa taadi waad hanuunisaa mantasha uu qofka doonto marka waa loo soo nooleeyay waa loo soo nooleeyay wa iman doona waa loo soo nooleeyay qoladi waxa kale oo dhacday oo la leeyahay qisana waxay ahayd nabi haaruun iyo nabi muusa islaay iyo laba wiil oo haaruun dhalay shibri iyo shabir la yiraah meel bay tageen meel sariir iyo waxba nabi haaruun halkaas uu ku dhintay marka sheereen adaan dilay wuxuu xageen ka dilay labadii wiil baabay la socotay qolo intuu ma dhaw meeshii geeyay yahruun tan waa qisada xadiis ma aha yey yiraahdeen haaruun uu yaa ku dilay anaa iskay u dhintay buur taana waa la yiraahdaa rag buu ka haystay waa la yiraahdaa taa waa qisada weyn allah wuxuu leeyahay in hiya ma hiya ma aha muusa yiri ilaa fitnatu ku fitnadaadi mooyaan tudillu waad hadlaysaa allah lahoo allah de sidan ugu sheegay fiinta uga xikaayonay muuse marka allah ay la yiri markaan leenahay waa sax way tudillu waad hadlaysaa biha iyada mantasha qofka doonto fitnada wataadi mantasha anta adigu wali wiina gargaaraha yagii baa tahay maamulaad noo tahay anta waliyuna kalmeeyaad noo tahay gargaaraad noo tahay faqfir lana noo dhaaf warxamna noo naxariiso wa anta adiguna khayrul ghaafiriina kuwa dhaafa kaka sii wada khayr badan baa tahay allah subxaana wa tacaala wixii nabi muuse uu ku hadli doonana waa darsiga dambe insha allah.